من كام حلقة اتكلمنا عن تصدير العقار وصناديق الاستثمار اللي هتساعد كتير جدا في تصدير العقار، وده خلى ناس كتير تسأل ايه موضوع الصناديق العقارية عموما وازاي هتفرق او هتفرق في السوق العقاري. كل ده طبعا هنعرفه على التليفون مع الدكتور هاني توفيق الخبير الاقتصادي. مساء الخير يا فندم. سلام. خليني أسأل حضرتك في البداية كده، ايه علاقة الصناديق العقارية بتصدير العقار؟ لا، هو الصناديق العقارية معمولة دايما علشان الناس اللي افترض ان حضرتك يعني بتشتغلي في مكان وعندك مدخرات 100,000 جنيه ولا 500,000 جنيه ولا 200,000 جنيه سواء في مصر او في الخارج، وما عندكيش ونفسك تبقي موجودة في القطاع العقاري وما انتيش قادرة تشتري لان المبلغ اقل من انه يشتري وحدة كاملة في حتة، فانت بتخشي تشتري وثيقة او شهادة في صندوق، هذا الصندوق هو اللي بيخش يشتري العقارات ويأجرها او يبيعها او يشتغل عليها. فده بيتباع للصندوق ده، الشهادات دي بتتباع للناس المصريين اللي في الداخل او للمصريين والعرب اللي في الخارج اللي بيؤمنوا بجدول الاستثمار في القطاع العقاري وانما امكانياته ما تسمح لهمش ان هم يخشوا يشتروا وحدات كامله. ازاي نجذب الصناديق العالميه تيجي مصر؟ لا، الاول قبل ما تجذبي الصناديق العالميه تيجي مصر لازم تجذبي الصناديق المصريه. محتاجين نعمل صناديق عقاريه عندنا. ما فيش ولا صندوق عقاري عندنا نقدر نعتبره صندوق عقاري رغم صدور القانون من حوالي 10 سنين. واتكلمنا فيها وانا نفسي عملت يعني اداره صناديق عقاريه، شركه اداره صناديق عقاريه، ومضيت عقد مع بنك التعمير والاسكان بمليار جنيه لفتح باب الاكتتاب في الصندوق، وانما قابلنا طبعا مشكلات اللي هي انا كتبت عليها كذا مره وقلت انه لم تقوم قائمه للصناديق في مصر طول ما يعني الصناديق اللي بره، الصناديق العالميه اسمها ريل ستيت انفستمنت تراست، دي معفيه من الضرائب لو وزعت الارباح بتاعتها على اصحاب الشهادات، معفيه تماما من الضرائب، وبالتالي الصناديق دي شغاله بره كويس وبتكسب، انما في مصر انت مواجهة بحوالي 17 نوع من الرسوم والضرائب اللي المفروض عليك في القانون اللي بتخلي في الآخر خالص العائد على الشهادة اللي الواحد هيشتريها للمستثمر ده عايز يشتريها ما تطلعش 3% بالكثير. دكتور هاني توفيق بشكرك شكرا جزيلا.